أكد وفد مجلس الشورى أن السلطة التشريعية أدركت التطورات التكنولوجية وما أحدثته الثورة الرقمية من تحولات كبيرة على حياة المجتمع، ولذلك أقرت عددا من التشريعات والقوانين التي تنظم مجال تقنية المعلومات في المملكة، إلى جانب الانضمام لعدد من الاتفاقيات والمعاهد المتعلقة بهذا المجال. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي في الجلسة العامة التي حملت عنوان الطريق إلى الأمام العالم الرقمي، وذلك في جمهورية إيزلندا الصديقة ضمن فعاليات منتدى القمة العالمية السنوي للقادة السياسيات، إذ يقام المنتدى لهذا العام تحت شعار نستطيع فعلها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أيسلندا عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي. مساء الخير سعادة الدكتورة، إذن إلى أي مدى ساهمت أو ستساهم المشاركة في هذا المنتدى في تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم مجال تقنية المعلومات في مملكة البحرين؟ أهلاً، مساء الخير. إن منتدى القمة العالمية السنوية للقادة السياسيات الذي شارك فيه أكثر من 300 امرأة من 80 دولة تضمن عرض تجارب الدول المتقدمة التي استطاعت وضع استراتيجيات متطورة وحديثة جعلت المرأة شريكا أساسيا في تحقيق النمو والتقدم في المجتمعات. وخلال مشاركتنا في جلسة نقاش لعرض التجارب الوطنية قدمنا عرضا شاملا حول تجربة مملكة البحرين في مجال دعم المرأة والنهوض بها، والخطوات التي خطتها المملكة في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في بناء وتطوير المجتمع والدولة، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المصدى حفظه الله، والتزام الحكومة الرشيدة وجهود المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة أهل البلاد المفدى. نعم. فالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك يعد مثابة مشروع حياة فتح بدور آفاق واسعة أمام المرأة ليعزز بذلك مكانتها ويجعلها شريكا فاعلا في عملية التنمية. فالدستور تضمن العديد من المبادئ التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. نعم. كمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فأحدث بذلك نقلة نوعية في دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. نعم. كما عرضنا لتبوأ المرأة اليوم مناصب رفيعة عدة بوصفها عضوا في السلطة التشريعية ووزيرة وسفيرة ودبلوماسية وقاضية وسيدة أعمال ومناصب تنفيذية وقيادية في العديد من المؤسسات القطاع الخاص. فالنهضة التي شهدتها أوضاع المرأة البحرينية والإنجازات التي حققتها والتي تصب في مختلف الميادين لم تأتي من فراغ، إذ كانت تحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة. كما سعينا عبر المشاركة كمتحدث ضمن جلسة حول إدماج المرأة في سوق العمل مدعومة بالمهارات الرقمية والتكنولوجية إلى بيان سياسة التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، والتي ترتكز على أهمية تشجيع المرأة البحرينية على الدخول في سوق العمل وتمكينها من الاستفادة من طاقات ومهاراتها وتوفير القوانين والبيئة اللازمة لتحفيز المؤسسات على خلق فرص عمل تحتضن المرأة وتعزز من تواجدها في سوق العمل. كما أشرنا في لقاءات على هامش أعمال المؤتمر إلى مكانة المملكة في العديد من المجالات، منها مجال تحقيق الأمن والسلام ونشر ثقافة التسامح، والتي نعم. هي حقوق وحريات كفلها المشروع نعم. الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. نعم، عضو مجلس الشورى سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، شكرا جزيلا لك.